المقابلة ديال اليوم هي أول مقابلة رسمية يعني الطاقم الجديد مع فريق اتحاد طنجة. كنظن بأن تغيرت مجموعة الأمور، طريقة اللعب، طريقة الدفاع. كنظن مازال باقي لنا العمل كثير باش نوصلوا لواحد المستوى عالي، مي ان شاء الله نكونوا في الموعد ان شاء الله. شكرا. استا ابو ماتش لو برومي ماتش دوبوي لا بوز ابري ليكيب ناسيونال. Donc Alhamdoulilah, on a eu la victoire et maintenant il faut continuer à travailler, on a encore quelques matchs en saison. Ouais, merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. On a manqué les Hercules, mais prochain match, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. واحد النتية زوينة الحمد لله، درنا واحد كرة السلة اللي كترقى في المستوى، وكنحيي الجمهور اللي جا و فيليسيتاسيون لطنجة. ميرسي بوك. توفيق. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.